موجه شديده الحراره بتضرب مختلف محافظات الجمهوريه حاليا، وده بالتزامن مع بدايه زراعه محاصيل العروه الجديده. عشان كده مهم جدا نقدم نصائح لاهلنا المزارعين ازاي يتعاملوا مع اكثر من 12 محصول بيتاثروا بالاشعه الشمسيه بشكل مباشر. هنحاول نتعرف كده ازاي نقدر نقلل من اثار الحراره لحد ما تنكسر هذه الموجه الحر. صحيح، عشان كده معانا على التليفون الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ. تفاصيل اكتر هنعرفها منه. بنرحب بحضرتك وصباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. حابين نعرف من حضرتك، طبعا مع الارتفاع الكبير في درجات الحراره اللي بتشهدها محافظات الجمهوريه، ايه النصايح اللي ممكن حضرتك تقدمها للمزارعين عشان يتفادوا اي خسائر او تلفيات في المحاصيل، وده طبعا بسبب الارتفاعات الشديده في درجات الحراره؟ طبعا زي ما تم استعراض تقرير هيئه الارصاد، ان شاء الله تكون هي اصلا موجه مؤقته اخرها النهارده ان شاء الله في معظم المناطق، وممكن تستمر بكره في مناطق الصعيد. بس خلينا نعرف برضو اهالينا المزارعين كلهم عارفين النهارده 9 توت، وطبعا شهر توت هو الشهر المصري القبطي اللي هو اول شهر في السنه الزراعيه الجديده. يعني انا مقبل فعليا على زراعه محاصيل مهمه جدا في مصر، وده معاد زراعتها محاصيل زي البطاطس وزي بنجر السكر، ومحاصيل كمان زي البصل اللي في الصعيد المقور اللي بيجي في وقت مهم، وزي الثوم وزي الفاصوليا البيضاء والبسله والفراوله طبعا والخرشوف ومحاصيل الخضر نفسها، ده معاد ليها. وبالتالي المحاصيل ديت المفروض انها بتزرع امتى؟ بتزرع في نهايه الصيف، يعني لما الاجواء تكون مؤهله تماما انها داخله على الخريف. يعني المفروض ما يكونش فيه اي ارتفاعات في الحراره عاديه، مش ارتفاعات كمان قياسيه. طبعا ما شهدته البلاد خلال امبارح بالتحديد ارتفاع كبير فوق المعدل في مثل هذا الوقت من السنه، وبالتالي في توصيات مهمه ومهمه ايضا للمزارع ان يلتزم بيها. موضوع الري لازم المزارع يعرف ان مع تغير المناخ الخبرات وممارساته الزراعيه لازم تتغير، فموضوع الري مهم قوي، كاني بالظبط كده في متوسط في يعني في منتصف الصيف. يعني بلاش هو اغراق، يعني هو خبرته بتقول ان في نهايه الصيف مع بدايه الخريف بزود الفتره ما بين الريات شويه، لان خلاص الجو كسر. لا، الجو ما كسرش لسه. انا بتكلم عن الموجه الحاليه، وبالتالي الزراعات اللي لسه مزروعه وهي زراعات مهمه زي ما قلت لسه مزروعه دي لا تتحمل هذا الارتفاع في درجات الحراره، ويكون في نقص ميه. فمهم جدا جدا ان موضوع تقريب فترات يقرب فترات الري شويه. مهم قوي كمان انه يضيف بعض المركبات اللي هي بتساعد النبات على تجاوز الحراره العاليه، زي مركبات البوتاسيوم فوسفيت وسيليكات البوتاسيوم. هو عارف المركبات دي كويس، ده وقتها، يعني ده وقتها. طب دكتور فهيم، معلش انا اسف للمقاطعه، هل الافضل دلوقتي يعني اللي بيسمعنا للفلاحين والمزارعين ان هم ينتظروا شويه لغايه ما موجه الحر تنكسر ويبدا بزراعه هذه المحاصيل، ولا مش مشكله ممكن يبتدي من دلوقتي خلال هذه الموجه الحاره بالزراعه؟ لا، هو الحمد لله عشان كمان زي ما قلت لحضرتك انها مش موجه طويله، هي مجرد يعني 48 ساعه او 3 ايام بالكثير. وبالتالي يعني اللي فعليا، والنهارده الجمعه، في الغالب المزارع يعني لو عنده عروه بيزرعها جديد ولا حاجه يعني بيستنى ما يبدا السبت او الحد. فانا ده اللي بنصح بيه، وده سؤال مهم وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ان اللي هيزرع العروه ومجهز نفسه حتى لو النهارده او بكره في الصعيد، يفضل ان هو يبدا يا اما السبت في وجه بحري او الحد في وجه ابلي، وخاصه للمحاصيل اللي انا قلت عليها، لان في النهايه برضه هي محاصيل لا تتحمل هذا الشكل من ارتفاعات الحراره. طيب بالنسبه لزراعه العروه الجديده، هل الوقت الحالي مناسب؟ حضرتك بتقول يعني يفضل ان احنا ننتظر شويه، هل بالفعل ممكن ان احنا يكون في نوعيه من المحاصيل تقدر ان احنا نزرعها في درجه الحراره المرتفعه دي وتكون بتناسبها بشكل كبير؟ ده اصلا احنا اخرنا العروه دي، يعني معظم المحاصيل اللي انا اتكلمت عليها دي اتاخرت ما بين 10 ل 10 ايام لاسبوعين بسبب استمرار الصيف الحار
والحر صحيح. جدا، فاحنا مأخرينها اصلا يعني. فنقدر نقول ان الحمد لله الاجواء خلاص هتنكسر، هي انكسرت طبعا الاسبوع اللي فات، ولكن حصل هذه الموجه المؤقته. لا طبعا يعني الوقت دخل علينا ودخل على المزارعين، ولازم طبعا نبدا في زراعه كل المحاصيل اللي قلناها بما فيها طبعا محصول فراوله، لان اخرناه برضو حوالي اكثر من اسبوعين. نبتدي زراعه وان شاء الله تكون سنه خير ورزق لكل المزارعين بكل مصر ان شاء الله يا رب. دكتور فهيم، حضرتك ذكرت ان في 12 محصول مهمين جدا بتزرعوا خلال هذه الفتره والعروه الجديده. سؤالي لحضرتك، هل في تفاوت ما بين محصول لاخر بدرجه احتماله لارتفاع درجات الحراره، ان في بعض المحاصيل ممكن تتحمل ارتفاعات في الحراره خلال موسم الانبات او الزراعه؟ زي ما حضرتك ما تفضلت بالظبط، المحاصيل المنزرعه هي محاصيل عروه، اسمها كده محاصيل عروه النيلي. والمزارع عارف محاصيل العروه النيلي بتزرع تقريبا من اول 15/8 او 20/8. طبعا زي ما قلت لحضرتك هي 20/8 او 15/8 في معظم الاوقات سابقا كان بتزرع في وقت حر، بس ال 10 ايام الاولانيين بيبتدي يكسر الحر، وده اللي ما حصلش السنه دي. وبالتالي هي لا تتحمل الحراره في فترات الانبات وفي فترات النمو الاولانيه. عشان كده كان نصيحتنا لمعظم المزارعين ان يراعي جدا موضوع الصيف المتاخر، وده احد اشكال وتداعيات تغير المناخ في مصر. عشان الناس احيانا بيسالوا هو تغير المناخ عباره عن ايه؟ عباره عن تاخر الصيف. صحيح. والصيف مش هينتهي ولا هيلتزم بالميعاد بعد بكره، اللي هو بدايه الخريف الرسمي في مصر يوم 22 سبتمبر، مش هيلتزم. وبالتالي المزارع لازم يكون عارف ان الخبرات بتاعته الجيده والكويسه لن تكفي امام تغير المناخ، فيلتزم بالتوصيات اللي احنا بنقولها دايما. والمحاصيل دي محاصيل بالمناسبه حتى مهمه للمستهلك، لانها محاصيل جايه بعد فجوه طويلة. البطاطس آخر مهم. بطاطس اتقلعت أو اتحصلت في مصر كانت في شهر 6، لسه البطاطس الجديدة هتزرع أو زرعت الأيام اللي فاتت لسه هتيجي في آخر 11. وبالتالي هي بطاطس محصول مهم. نفس الموضوع البصل، نفس الموضوع الثوم، نفس الموضوع حتى محاصيل الخضر، الطماطم والفلفل والبتنجال، وكمان زي ما قلت الخرشوف والفراولة والفاصوليا البيضاء والبسلة المبكرة، كل والبنجر السكر طبعا مهم للمصانع بتاعه السكر. فزي ما قلت لحضرتك هي حتى المزارع بيسميها سره الموسم الزراعي المصري، يعني الوقت المهم قوي للامن الغذائي المصري كمان. صح. مش للزراعه بس. فطبعا مهم ان يكون المزارعين ملتزمين معانا، وانا بشكر جدا جدا التلفزيون المصري، لان دي مسؤوليه مجتمعيه مهمه ان يكون حتى كانه جهاز ارشاد في توصيات مهمه، والمزارعين كلهم موجودين وصاحيين بدري وبيسمعوا دلوقتي. طب طالما الناس بتتابعنا وصاحيين بدري مزارعين، حضرتك يمكن قلت احنا بنفترض ان انا ازود عدد الري وكمان كميات المياه تكون وفيره مع وضع بعض المركبات الطبيه الخاصه علشان تساعد النباتات علشان تقدر تعدي موجه الحر، هل بالنسبه كمان للمبيدات والاسمده في حاجه معينه حضرتك توصي بيها خلال الفتره اللي جايه؟ دي الاسئله كويسه. طبعا انا بنصح اهالينا المزارعين ان يبعد شويه عن اليوريا كمصدر للازوت، مصدر للاستماد النيتروجيني، لان اليوريا بتعمل زياده في النمو الخضري مع زياده الحراره ومع زياده البخر الناتج، بيحصل حاجه اسمها سروله، والمزارع بيشتكي بيقول هو الزرع عمال يطول لفوق ليه ومش عاوز يعمل جسم، مش عاوز يعمل لبش او عرش. ده طبعا بسبب موضوع، فانا افضل ان انا استخدم صوره اخرى زي نطرات النشادر او لو سلفات النشادر في التجهيز، فده حاجه مهمه. الناحيه الثانيه، مجرد ما يحصل زياده في الحراره وبعد كده انكسار في الحراره، النبات بيهيئ للاصابه، بيهيئ فسيولوجيا يعني للاصابه بمجموعه من الامراض النباتيه ومجموعه من الافات. فلازم من الاسبوع اللي جاي الزراعات الموجوده يكون في حصر دقيق للزراعات، وينزل يبص في الارض بتاعته ويمشي جواها ويشوف لو ظهر اي مرض او اي حشره يتعامل معاه فورا، لان الوقت هيكون مناسب لزياده ضراوه هذه الامراض والافات عشان ما يحصلش مشكله في بدايه الموسم، احنا لسه في الاول. طبعا جميل. طب دكتور فهيم، ده بالنسبه للاسمده والمبيدات سريعا، يعني بالنسبه للري الفتره المقبله، عدد الريات حضرتك ذكرتها، هل من الافضل يبقى فيه استمرار للري؟ ازاي اهلنا واخواتنا المزارعين يضبطوا مساله الري مع بدايه موسم الخريف؟ وده دي توصيه فنيه مهمه، يعني على سبيل المثال لو انا بروي متعود يديروا البطاطس في الفتره دي على 12 يوم، لا هروي على 8 ايام الري بالغمر للمنوبه. لو بيروي بالتنقيط طماطم او كذا او كذا، بدا يبعد شويه الريات
يعني لا دلوقتي يروي لمده ساعه مثلا يوم ويوم، دي مهمه جدا لمحاصيل الخضر. وبالمناسبه مش احنا نسينا نقول حاجه مهمه، ان دي برضو وقت شتل بساتين الفاكهه الجديد، يعني الاراضي الجديده او الاراضي حتى القديمه اللي بيزرع بساتين فاكهه، بيزرع موالح، بيزرع عنب، بيزرع مانجا، بيزرع نخيل، هو ده برضو الوقت بتاعها. نفس الموضوع برضو ما تاخرش ابدا بالميه والري عن الفاكهه اللي لسه مشتوله جديده، ومربطش نفسي بان ده الميعاد اللي انا متعود عليه كل سنه، لا بسبب المناخ وتغير المناخ عود نفسك ان انا رجعت 20 او 25 سنه 25 يوم لورا في درجات الحراره. ده تغير المناخ اللي لازم المزارع المصري يحط في الاعتبار ان كتير من ممارساته لازم تتغير عشان نقلل من مشاكل تغير المناخ في مصر في طبعا. بنشكر حضرتك دكتور محمد علي فهيم على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، وكل سنه وحضرتك طيب وكل اهلنا المزارعين طيبين ولمناسبه العروه الجديده او زراعه العروه الجديده. بالتوفيق طبعا لكل المزارعين، ويكون عندنا انتاج كبير جدا من المحاصيل الزراعيه الجيده بشكل كبير.